اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ وليد إسماعيل شفت لك فيديو أنت بتقول فيه إن الشيعة كفار، صح ولا لا؟ اتفضل، احنا دلوقتي عندنا سؤال للحلقة. عندك أيوة، إجابة عليه؟ بدي أنا هل أحط علي بس بن أبي طالب استعمل الولاية التكوينية أو علم الغيب في شيء من حياته؟ لا، أنا بس بدي أستفسر استفسار صغير بس، أنت فيش مانع؟ حضرتك يعني ما عندك إجابة على سؤال الحلقة؟ لا والله ما عندي. طب اتفضل. في مقطع شفت لك أنت تقول إن الشيعة بالنسبة إليك كفار، من الكفار صح؟ نعم تفضل. الآن أنا لفت انتباهي في آية في سورة البقرة بتقول أن إبليس إلا إبليس كان من الكافرين، فسجدوا إلا إبليس كان من الكافرين، تقريبا الآية في 30 صح؟ إنه إيه؟ الآية في ما بين الثلاثينات والأربعينات في سورة البقرة. نعم. الآن الحين فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الحين الكافرين، الكافر في القرآن الكريم، يعني القرآن بيسمي الكافر بكل صفاته. الحين الشيعة، إحنا والشيعة ككل، هل إحنا بتنطبق علينا الصفات الكفار؟ يعني أنت مثلا لو قابلت واحد يقول بتحريف القرآن تسميه إيه؟ أنا مش من اللي بقول بتحريف أنا ما القرآن. كلمتكش عن نفسك، أنا كلمتك لو أنت تقابلت مع رجل يقول بتحريف القرآن تسميه إيه؟ يعني هو محرم، بس ممكن ما أسميه كافر. إزاي أساسا؟ ده هو هدم الدين. هو أكيد يعني هدم الدين. طب والذي بس يهدم يعني الدين ده إيه؟ طيب الذي لا يؤمن بولاية علي بن أبي طالب عندكم في الكتب الشيعية كافر ومرتد. طب الذي لا يؤمن بولاية علي بن أبي طالب كافر ومرتد، والذي يقول بتحريف القرآن ليس كافرا ومرتد. اسمع اسمع يا شيخ، انا يا شيخ انا ان شاء الله انا على وجه الهدايه، فانا يعني شنو بلشت اقتنع في الحكي في الكلام الصحيح. يعني انا قبل كنت اقول بتحريف القران، بس يعني معك ومع كذا شيوخ صرت شنو على يعني اهتدي على طريق الهدايه باذن الله، وان شاء الله يعني اني اهتدي، وان شاء الله على تحت ايدك. انا ما مش ضد السنه، صرت يعني اعتبرهم زي اخواني، وشوين الامور قاعده بتتضح معي برغم الظروف الصعبة اللي أنا فيها. يعني كل الجميع اللي حولي شيعة والظروف اللي حوالي صعبة. فأنت يعني الحين لما تقول لي مثلا من بحرف القرآن مش من بحرف القرآن، اللي بيسبوا الصحابة وقال الصحابة، أنا كنت منهم، أنا بطلت، فهمت نعم. علي؟ فالحين يعني الروايات والقصص اللي في الشيعة، القصص اللي في الشيعة أنا يعني بطلت أصدقها وبطلت أقراها. يعني شوين صرت يعني أسيب الشيعة وأركز على السنة أكثر، نعم. شوين صرت يعني أتفتح، فهمت علي؟ نعم. الحين سؤالي يعني عشان بدي أستفيد منه، هل أنا في هاي اللحظة ببقى كافر؟ لا طبعا. يعني أنا بص هقول لك حاجة، في حاجة اسمها إطلاق الحكم، تمام، حكم النوع وحكم المعين. يعني يجي لي مثلا واحد شيعي يقول لي يا شيخ وليد انت كفرت الشيعه لانهم يقولون بتحريف القران، تمام، ويشركون بالله عز وجل الى اخره، ويطعنون في الصحابه وامهات المؤمنين ويشوهون الاسلام. طب انا لا اكفر بالله، لا اشرك بالله عز وجل، لا اقول بتحريف القران، لا اسب الصحابه ولا امهات المؤمنين ولا اشوه دين الله عز وجل، فانا هل عندك مسلم؟ اقول له نعم انت مسلم. فهمت؟ فإذا أنت لا تقول بتحريف القرآن، ما بتسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمهات المؤمنين، لا تشرك بالله عز وجل، لا تشوه سورة الإسلام بالتطبير واللطم والزحف إلى آخره، فأنت مسلم لا يستطيع تكفيرك.
ان شاء الله يعني الامور تتضح لقدام شوي، وان شاء الله انها ان شاء خير الله، وان شاء وربنا الله يثبت، خير. ربنا يا رب يهديك يا رب، ويعني ييسر لك طريق الهدايه يا رب، ان فالله شاء الله المستعان. يا فانت سيدي. صلي وابكي في صلاتك ان الله عز وجل يهديك الى طريق الصواب، وتقول اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارينا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين. ان شاء الله، وانا ان شاء الله اول ما اهتدي راح احاول اخلي برضه اللي حولي يهتدوا، راح ان رغم شاء انه الله، راح يبقى صعب ان شاء الله راح احاول ان زي ما شاء شاء الله. الله باذن الله تعالى.